شاء الله غادي نبداو في الوصفه الثانيه ديال السردين. عندنا الكفته تاع السردين، عندنا المعدنوس، القزبر، الثومه، الحامض مرقد، عندنا هاد المطيشه هادي هي ملونه هنايا قطعناها صغيره هكا، عندنا الفلافل بثلاثه د الالوان، عندنا فلفله حاره، كاين الزعتر، الكمون، البزار، الملحه، وكاينه زيت العود. دابا نقولوا بسم الله ان شاء الله. دابا غادي نديرو لقامة لهاد الحوت ديالنا، نديرو معدنوس، نديرو القزبر، شوية ديال الثومة، شوية ديال الحامض رقد، نديرو شوية ديال الزعتر، شوية الملحة، نديرو الكمون، البزار، شوية ديال الزيت، نديرو شوية ديال السودانية اللي كيبغي الحار. دابا نخلطو هادشي ونتلقاو ان شاء الله. دابا غنديرو الفلة ديالنا تقلى، نديروها في الفران، نديروها في شويوها فوق البوطا ولا خليوها غير بغيتو. دابا غادي نديرو شوية ديال العطرية لهاد المطيشة، دابا نديرو مع الحوت، غي شوية ديال المعدنوس، شوية ديال القزبر، شوية ديال الحامض، شوية ديال الحامض مرقد، ثومة، شوية الحار اللي كيبغي، شوية الكمون، شوية البزار، شوية الملحة، شوية الزعتر، شوية زيت العود، غنخلطو هادشي ونتلقاو إن شاء الله. دابا غادي نديرو التشرميلة ديال الفلفلة ديالنا نطيبوها، شوية القزبر، معدنوس، شوية الثومة، كمون، البزار، الملحة، زيت العود. دابا غنهبطو هاد الشحار ونتلقاو ان شاء الله. دابا غنوريلكم كيفاش نديرو لهاد الكفته ديالنا ديال السردين اللي غنديرو في الفران. ماشي ضروري تكون هادي، يعني الا مكايناش هادي ديرو لها هكا غير بيديكم، غير هادي كتشد لينا العبار وصافي. قدوها شويه، ديروها طويله، ديروها دايره اللي بغيتو ديروها، المهم هادي ديك مطيشه اللي قطعنا اللي فيها دوك الالوان. صافي كتحيدوها. دابا ملي حطينا الحوت ديالنا في اللاطه باش نديروه في الفران مع ديك مطيشه، هداك الشيء ديال لاصوص اللي كان شات ديال الربيع وداك الشيء، زدت عليه شويه ديال الحامض، شويه زيت العود، شويه الثومه،
دابا غادي نديرو هكا باش ما ينشفش لينا في الفران. شي هاد الحامض تا هو شفتو باش ما ينشفش لينا هاد الحوت هذا. وزدت شي ديال الكمون شي ديال البزار. دابا غادي ندير اللاطا ديالنا في الفران ونتلاقاو ان شاء الله. الحوت ديالنا ها هو طاب. ما تبقاوش تخليو الحوت في الفران بزاف يطيب، لا فيكون في الكميله ولا في الفران ولا في الشوايه. راه الحوت الا خليتيه طاب اكثر من القياس كيجي ناشف. دابا ان شاء الله ندوزو للتقديم. دابا غادي نبداو نحطو في الحوت ديالنا. غادي نحطو هذا الفلفله هذه ومطيشه اللي درناهم معسلين. هما جاو معسلين بهذيك المريقه. دابا حطينا ديك الفلفله ديالنا. دابا غادي نحطو الحوت. كيف كنقول لكم التقديم كيبقى لكم، حطوه كيف ما بغيتو. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا في الساتين هو هذا. الطبخ ديالنا هو موجود. كنتمنى باش يعجبكم. دابا مبقى لي لندد المحبه والسلام المغرب الحبيب.